اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول، وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة. سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الامثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافه من الغاز الطبيعي بهدف تلبيه احتياجات السوق المحلي وزياده التصدير لدعم الناتج القومي وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثماريه الحاليه والمستقبليه للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقه العالميه وباجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار حيث من المتوقع طبقا للنتائج الاوليه الحاليه ان يسفر البحث عن اكتشافات واعده من شانها ان تدعم الاقتصاد الوطني فضلا عن ترسيخ مكانه مصر كمركز اقليمي لانتاج وتداول الطاقه مؤكدا ان انشطه البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ واعراف القانون الدولي واتفاقيات الامم المتحده الحاكمه لانشطه اداره الدول لمواردها الطبيعيه اعالي البحار واضاف المتحدث الرسمي ان السيد وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع انتاج الصودا اش بالمنطقه الصناعيه في مدينه العالمين الجديده والذي يتم بالشراكه بين كل من الدوله والقطاع الخاص باجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار وقد وجه السيد الرئيس بالاسراع في الاجراءات التنفيذيه لمشروع انتاج الصوداش الذي من شانه ان يساهم في تحقيق التنميه المستدامه لمدينه العالمين الجديده الى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه بالاضافه الى توفير فرص عمل جديده